متداولين مرحبا. طبعا صلنا زمان ما تكلمنا على عملة التيرا لونا كلاسيك، وهاي العملة صلا راقدة صلا فترة كبيرة. أتكلم عن هاي العملة وأهم مناطق الدخول بالوقت الحالي. قبل ما بلش فيديو أصدقائي، أتمنى تغازر اللايك وتشترك بقناة فازر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. وكمان لا تنسى تعمل حساب على منصة إكسنس للحسابات الإسلامية والتداول بالرافعة المالية والقروض الإسلامية، يعني تتداول بدون أي فوائد تبييض صفقات، تقدر تتداول عن طريق هاي المنصة فوركس وكريبتو، الرابط موجود أسفل الفيديو. خلينا نكمل الفيديو. طبعا مثل ما بتعرف عملة تيرا لونا كلاسيك بتكون راقدة صار لها فترة كبيرة، وبعدها فجأة بتلاقي العملة عملت ارتفاع بنسبة 30 أو 40%. طبعا آخر تحليل لهاي العملة ما تكلمت عن العملة، لكن بالوقت الحالي صار الوقت لازم انه نتكلم عن هاي العملة. طبعا أصدقائي، عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا العملة بعد ما تمشي بأي ترند صاعد نشوفها تمشي فترة بعدها بتعمل ارتفاع قوي. آخر مرة مشينا بترند صاعد العملة عملت لي ارتفاع تقريبا بنسبة 140%. وهلأ بالوقت الحالي أنا من وجهة نظري الشخصية، بعد الناس ما دخلوا بالعملات الشيت كوين، وحاليا وقت عملة تيرا لونا كلاسيك حتى تعمل لي ارتفاع مدوي إلى نفس المنطقة بارتفاع بيوصل إلى 130% من الوقت الحالي لعملة تيرا لونا كلاسيك. حاليا العملة متجهزة للانفجار، لكن اولا لازم نتجاوز منطقة 0.3 اصفار 12.5. هاي المنطقة بتشكل لي مقاومة عنيدة عم تمنع العملة من الانفجار، لهيك من وجهة نظري الشخصية مجرد اقفال شمعة اعلى هاي المنطقة ممكن نعمل اعادة اختبار وبعد انفجار صاروخي لمناطق المقاومة اللي ممكن تسبب لي ارتفاع كبير في الوقت الحالي. طبعا كثير من الاشخاص وكثير من المتداولين بعد ما يصير ارتفاع على عملة تيرا لونا كلاسيك بيراقبوها فترة بعدين بيملوا منها، لكن هاي العملة لازم بعد كل مراقبة بعد كل انفجار وتصحيح، مجرد ما تعمل تريد صاعد بترجع بتدخل صفقة لونج لاحتساب القمة السابقة. اذا بنرجع شوي بالشارت لورا بتعرفوا انه كمان عندي بهذا التريند الصاعد بهاي المناطق صار عندي نفس الانفجار بنفس المخطط بالوقت الحالي. يعني اذا بتشوفوا الشارت على فريم الاربع ساعات بتشوفوا انه كان عندي تريند صاعد، لمسنا التريند اكثر من مره، فشلنا بالاقفال شمعة اربع ساعات اسفل هذا التريند، وهذا الشيء اللي سبب لي ارتفاع مدوي وارتفاع كبير جدا. اذا بنحسب نسبه الارتفاع من التريند الى القمه فهي بتتجاوز نسبه 250%. انا من وجهه نظري الشخصيه العمله رح تعمل اداء كبير ورح تعمل لي ارتفاعات كبيره جدا، لكن لازم اولا انه نخترق مقاومة 12.5 لتتأكد الانفجار، وممكن كمان نعمل فيك اوت او كسر وهمي لاختراق القمة وبعدها بنقفل اسفل هاد الدعم. يعني بهاي المناطق ممكن ترجع تصحح العملة اللي هي عن مناطق 0.3 اصفار 2.8. هي وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجبك. اما بالنسبة للبيتكوين، البيتكوين حاليا بحالة ارتفاع، رجع ارتفع البيتكوين الى مناطق 67,650. طبعا بعد ما فشلنا بكسر مقاومة 71,000 دولار وثبات عليها، حاليا نحن لا نزال عن مقاومة مخبة على فريم الاربع ساعات وهي مقاومة 67,500. لازم اقفل اعلاها حتى نرجع نعيد اختبار مناطق 73,500. وجهة نظر الشخصية بيتكوين صاعد الى مناطق كسر القمة. وطبعا بالنسبة للاي تي اف سبوت خاصة بالاثريوم، ساعات قليلة قبل الموافقة وراح تكون يعني قفزة نوعية لهاي العملات لعملة الاثريوم، واي عملة مبنية على شبكة الاثريوم راح تعمل لي انفجار كبير. وبشكل اوضح كل الالت كوين راح يعمل ارتفاع كبير، حتى لو البيتكوين ما ارتفع راح نشوف الالت كوين عم يعمل لي ارتفاعات كبيرة. هيك وصلنا لهي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.